رجعنا لكم بعد الفاصل و 60 دقيقة حياة وزي ما عودناكم دايما عندنا كل ما هو جديد. آه هنرحب بأمي مغربي خبيرة التجميل والميك اب ارتست اهلا بيك يا إيمي اهلا بحضرتك وهنرحب بالشيف غدا اللي مجوعانا الريحة والله العظيم مش عايزة اقول لكم غدا ارحمينا وصلتي لإيه؟ انا بحضر كده شوية حاجات لحد ما تجولي هعمل قدامك كل حاجة تاني تاني طب النبي عشان احنا جوعنا طيب ماشي آه النهارده وزي ما وعدناكم في كل حلقه آه نداء منا العودة للطبيعه والمنتجات الطبيعيه اي ست في البيت تقدر تعملها آه إمي انت لي ان انت محضره وصفه هايله علشان نداري الخطوط اللي حوالين الشفايف والخطوط اللي حوالين العين وصفه طبيعيه تقدري تقولي لنا الوصفه عباره عن ايه؟ الوصفه دي مكونه من القهوه بتاعتنا السيده العاديه خالص البن البن العادي اه والحليب طب بقى بنعمل ايه يا امي انا بجيبهم بخلطهم على بعض بس بمقدار تقيل شويه مش عايزه يكون سائل عايزاه يكون تقيل شويه بحيث انه يعني ما وقت ممكن الكاميرا وقته تجيب لنا بعد اذنك يا محمد تجيب لنا العلبه اللي في ايد امي آه البن بقى ده يعني انا بحط بجيب اللبن بجيب معلقه بن واحده كبيره اه ومعلقه لبن اه وبخلطهم ببعض كامل اخليها عجينه يعني متماسكه شويه يعني بقعد اقلبها مش سايله اه بقلبها مش سايله عجينه عاديه خالص اه زي عجينه الكيك كده مثلا تمام كده اه حاجه تقيله كده شويه أوه بس بفردها على وشي لمده 20 دقيقه وبعد كده بغسلها بميه بارده خالص ولازم بقى احط بعدها اي مرطب للبشره عشان تقفل المسام كمان يعني انا علشان طب ده يا اني من اول مره ولا لازم ابقى موظبه وكم مره في الاسبوع لا هي مره واحده اسبوعيا مع التكرار بقى يعني آه انت اصلا اول ما تحطيها وتغسلي وشك تحسي بفرق ونتيجه طبعا مختلفه شويه لانه كمان هو تنظيف وتنعيم وترطيب كل حاجه طبيعيه مفيدة جدا كل ده بمعلقه بن ومعلقه لبن واحده حلطناهم ببعض اهو زي ما الكاميرا مبينه بقت عامله زي عجينه الكيك هتفرديها على وشك 20 دقيقة, 20 دقيقة. أيوة. وبعدين نغسل بمية بمية إيه؟ بردة بس. بردة مش دافية أيوة. لا بردة اه وبعد كده بعد ما نغسل وشنا لازم نحط مرطب بتاعنا اللي متعودين عليه بقى عشان نقفل المسام اه والماسك ده مدته قد ايه يا امي؟ كام مرة, مره مره واحده في الاسبوع والمواظبه عليه آه لمده آه على حسب على الحاله على حسب الحاله اه على حسب الحاله على حسب الحاله أيوه اني أفتينا جدا بالوصفه وبصوا <applause> ما اخدتش دقيقتين, دقيقتين <applause> اي ست في البيت اي بنت في البيت عشان تحافظي على نضاره وشك معلقه بن ومعلقه حليب هتخلطيهم ببعض وتحطيهم على وشك وحتى يبقى طعمه حلو لو القهوه جت على بقول الشادي اه لا لا مفيش اي حاجه و 20 دقيقه واغسله ايوه. بميه برد تمام كده ميرسي يا اني وخليكي قاعده معانا علشان هنشوف آه دكتور شادي ازيك يا شادي ازيك يا شادي قولي بقى احنا طبعا وعدنا الناس بصفتك دكتور مش معقوله يبقى المذيع معانا دكتور وما نستفيدش منه لا لا لا, لا. احنا على مستغله اكيد اساس طب <applause> آه عايزين نقول للجمهور النهارده او للساده المشاهدين معلومه طبيه بصفتك متخصص في العلاج الطبيعي والمساج العلاجي عايزين نبدا بالعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي هو داخل في حياتنا كلها أوه. يعني انا كنت حابب بس اتكلم عن التكمله للموضوع اللي هو بتاع السوشيال ميديا لان هي الدكتوره اتكلمت وقالت الاطفال ما مش كل الاطفال بيقدروا يشتركوا في نوادي لا الاطفال ممكن انت توديهم انديه ممكن توديهم مراكز الشباب، مراكز الشباب ماليه كل المناطق الشعبيه وماليه كل الـ الـ الاحياء وماليه كل المحافظات. فالطفل اوريدي كل مصر بتحب تلعب كوره، لو الاطفال اللي هي في سن اندر إيدج لحد ما بتوصل سن الجامعه كله بيلعب. فانا لازم اوجه الطفل او اوجه ابني علشان خاطر ما ينخرطش في تيار السوشيال ميديا ويفضل على طول قدام السوشيال ميديا، لا، انا لازم اوجهه أنه هو يلعب رياضه. مش علشان خاطر حاجة، مش علشان خاطر ابعده عن السوشيال ميديا وبس. لا، أنا علشان خاطر أنمي الجهاز الحركي بتاعه. أنا في كان ناس زمايلي معايا في الجامعة دي مش بنية مش بنيان مش مش تركيبة طالب جامعة. آه. تحس إن هو هربان من الحضانة. <applause> يعني جسمه قليل. جسمه قليل، نحيف، آه. آه. في بايك في العمود الفقري، في تحدب في الكتاف. ربنا مديك شوية عضلات بقى لا وليها. لا. <تصفيق> 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 لا، الشاهد في الموضوع إن هو إيه قلة قلة الرياضة أو قلة إيه تنمية جهازه الحركي هي اللي عملت فيه كده، لأن العضلات دي زي زي النبات بياكل وبيشرب وبيتغذى، فإن أنا أنمي العضلات ديت والجهاز الحركي بتاعي لازم يبقى في تدريب لي علشان خاطر أنا لما أكبر أو لما المرحلة العمرية بتاعتي تعلى يبقى جسمي مناسب لسني. يبقى احنا النهاردة المعلومة اللي بنديها للناس أو النصيحة الطبية لعب الرياضة علشان ننمي الجهاز الحركي للطفل الطفل ما يكبرش يبقى عنده ضمور في عضلة عنده ضمور في, في, في جزء يبقى عنده كتف أعلى من كتف يبقى في تشوه قوامي عنده لا, لا يبقى سوي يبقى بني ادم سوي يبقى طفل سوي لحد ما يكبر ويوصل لسن الرشد او سن الجامعه طب دكتور شادي انا بس هستاذنك برضه في حاجه لأن في ناس كتير هترد علينا تقول لنا احنا ما فيش مركز شباب او مركز الشباب اللي عند البيت او في المنطقه غير مناسب ان الولاد يخشوه ابسط حاجه ممكن يعملوها بدون رياضه المشي المشي يعني الحركه الحركه أه اللي هو مثلا مش روح حاجة لا مش رايح هو برضو قصة ان هو بيروح يجيب مثلا طلبات او بيروح يجيب حاجة ويرجع دي برضو بتبقى ايه محط جدال لا روح خلي اخويا لا خلي اختي لا خلي مش لا ان هو لازم هو اللي يروح تشركه معاك في البيت يعني يبقى الاب كده ياخد الولد وينزل يجيب بيه الحاجة مثلا من السوق ويجي هو يعوده ان هو ياخد الاكشن دي لما ينزل لوحده آه. طب دكتور شادي لما تيجي كده نعمل دعوه للساده المشاهدين ومعانا ايمي وغاده آه عايزين نخصص من وقتنا كل يوم نص ساعه مشي ايه رايك عظيم نص ساعه مشي آه كفيله ان هي تحرك ايوه انا عارف بتعمل كفيله ان هي تحرك عضلات الجسم كله أو. اه بتسا بتعمل اطاله او بتعمل <applause> استريتشنج لمفاصل الجسم كله بتحرك آه بتحرك جميع الوظائف اللي في الجسم كله بتحرك يعني الدم يعني بتشغل القلب وبتشغل كله كله العقل وبتشغل كله بتشغل الدم بيدخ كله لأن الدم بيضخ في الطرف اللي هو بيعمل أكشن آه. ولو في أي خلايا دم فاسدة بتتجدد أوتوماتيك وبتخرج عن طريق التجمعات الليمفاوية دي دي شابتر تاني أو دي قصة تانية نتعمق فيها بعدين آه. بس أنا النص ساعة ماشية اللي حضرتك بتقولي عليها كفيلة فعلاً إن هي تجدد نشاطك تحرك القلب لان عضله القلب لازم تتحرك احنا على طول قاعدين 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 لا عضله القلب يا على قد ان هي بتضخ دم في الطرف العلوي نص ساعه مشي ومعانا فاصل واوعوا تمشوا جايين رجع لكم تاني صباحكم سعاده